أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عاد للانضمام إلينا حول التجاوزات ورفعها في العراق الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. كنت قد سألتك عن تصنيف الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية في محافظة البصرة وهي ترفع التجاوزات بحيث أنها تطال الفقراء فقط دون أن تشمل الأحزاب والمتنفذين. من المعلوم أن هذه الحملة التي تطال الفقراء في مدينة البصرة هي حملة مسعورة تستهدف سكن المواطنين من دون أن تقدم لهم ضمانات أو حلول واقعية، وبالتالي ما ذنب هذه العوائل التي بدأت تعيش في العراء. لذلك ما يتم من استخدام رفع التجاوز على بيوت الناس فهو إلا دليل لعنجهية هؤلاء الذين يفضلون مصالحهم ومصالح استثمارات مالية من أجل أن يكونوا شركاء في هذا المال الذي يريدون جنيه على حساب الفقراء. وإلا التساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم أو بدأ برفع عملية التجاوز من قبل الأحزاب السياسية في البصرة ومن قبل التجاوزات من الأطراف السياسية التي من خلالها رفضت بعض الأطراف والناشطين كميات كبيرة من التجاوزات على الطرق ومن التجاوزات على أماكن أخرى هم استولوا عليها. هؤلاء بالتالي أصبحوا فوق الخط الأحمر والقانون ينفذ فقط على الفقراء. وإلا لو كانت هناك سياسة توزيع الأراضي العادل للناس لبنت هؤلاء الناس في هذه الأراضي وسكنت. لذلك ما يحدث هو تجاوز خطير على حياة المواطنين وعلى أرزاقهم بطريقة مجة لا تقبل النقاش أنهم لا يستهدفون المصلحة العامة. كل ما يشاع على أنهم يريدون أن يطبقوا القانون ويريدون أن يديروا التجاوزات من أجل المصلحة العامة في البصرة هي أكذوبة، لأنه كان المفروض قبل أن يجيب التجاوزات لماذا لم يحاسبوا المسؤولين الذين كذبوا وسرقوا أموال البصرة بمشاريع وهمية إلى هذه اللحظة. البصرة لم تنفذ والأموال أخذتها الأطراف السياسية. طيب يعني هل تعتقد أن هذا القرار وتوقيته أيضا هي خطة جديدة لسرقة مقدرات المواطنين في المحافظة؟ من المؤكد تماما أنه التوقيت هو من أجل أن هناك أموال استثمارية تأتي من خلال بعض الأطراف وضغط التظاهرات على البصرة، وبالتالي هؤلاء يريدون توفير أراضي وأماكن من أجل أن يأتي هؤلاء المستثمرون ليكون محافظ البصرة وغيرهم من المسؤولين شركاء أساسيين لهذه الأموال، وليس هم يهتمون لمصلحة البصرة أو يهتمون لأنهم يريدون فعلا رفع التجاوزات. وبالتالي لا يمكن أن يرفع تجاوز أو كما يقولون أنه بني على أرض دولة ليست ملكا للمواطن دون أن يوفر البديل. ما البديل؟ ما ذنب هؤلاء الذين بنوا منازل؟ وأين كانوا من القانون عندما كان المواطنون يبنون منازلهم ليسكنوا فيها؟ وهل القانون يسمح أن تشرد العوائل بهكذا طريقة من الأطفال والنساء على حساب أنهم كما يدعون ينفذون القانون؟ لذلك هو ابتزاز سياسي رخيص على من أجل صناعة أماكن تدخل لهم أموال مع المستثمرين. طيب. على حساب العوائل الفقيرة وعلى حساب كرامة الإنسان العراقي في البصرة. الحديث عن سيطرة الميليشيات والسياسيين المتنفذين على أراضي وعقارات الدولة أصبح حقيقة تثبتها الأدلة، كيف إذن يتم الاستيلاء على هذه الأراضي وعلى هذه العقارات وكيف تثبت؟ هذا كله حقيقة استكمال، لأنه اليوم العراق يتعرض إلى نهبة كبيرة، كل من جانبه يريد الاستيلاء بالقوة على أراضي وعلى مقدرات الشعب والمواطنين. وبالتالي عمليات الاستيلاء في بغداد في الموصل في محافظات أخرى من قبل الميليشيات بطريقة واضحة على أراضي المواطنين وعلى الممتلكات العامة، هؤلاء لا يحاسبون، ثم يأتي ليكمل الأطراف السياسية الأخرى هذا المشروع من خلال الاستيلاء على أماكن وعلى مقرات وعلى أراضي أيضا. وهذا الاستيلاء حقيقة ليس هدفه المصلحة العامة ولا هدفه مصلحة البصرة بالتأكيد، وعملية استيلاء باسم القانون وباسم حتى يسكت الناس عنهم وعن فسادهم وهم يقولون أننا نريد إزالة التجاوزات. لذلك هذه حلقة من حلقات التكميلية للاستيلاء على مقدرات المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الممتلكات العامة بطريقة واضحة، وهو بالتالي قانون الاستثمار سيضع أن هذه الأراضي والممتلكات تكون لطرف سياسي لمدة 25 عاما كما هو قانون الاستثمار الحالي في العراق. وكما وزعت
أراضي في البلدان وفي مناطق أخرى على أسماء وعلى شخصيات سياسية بمبالغ زهيدة وبتواضع للحكومات المحلية في هذه المحافظات من أجل أن يبقى هؤلاء المحافظون على مناصبهم وعلى سرقاتهم وعلى يعني مقدرات المحافظات من خلال منحها لأطراف سياسية، وهذا ما يجري بقانون ما يسمى الاستثمار. منح هذه الأراضي لمدة 25 عاما وهذا استيلاء على حساب المواطن. وبالتالي ينبغي على المواطنين أن لا يسكتوا عن هذه التجاوزات، وما فعل في كربلاء من خلال الوقوف بوجه هكذا حملة مشعورة تستهدف المواطنين هم لم يوفروا شيئا لهم حتى يزيل التجاوزات، ينبغي أن تتكرر في البصرة وغيرها، وأن لا نسمح لهؤلاء بحجة أنهم يريدون العمل بالمصلحة العامة هم يكذبون. لابد أن يواجهوا وأن يخرج الشعب بتظاهرات وأن يوقف هذه المهزلة التي تستهدف الشعب أيضا، لأنها قد تنوعت استهدافات الشعب بطريقة واضحة تماما على جميع المستويات. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.